أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام. في جلسة نهاية هذا الأسبوع نقف من خلالها بإذن الله تعالى على حصيلة الأخبار والأحداث الهامة التي جرت خلال هذا الأسبوع. سيصحبنا في جولتنا بإذن الله تعالى السيد أحمد الفضلي الصحفي الاقتصادي في جريدة لوسيل الاقتصادية. صباح الخير. صباح أحمد. صباح النور. ونبدأ معكم مشاهدي الكرام بأبرز أنبائنا، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة وعلى متطلبات إنشاء تلك المحكمة. جاء ذلك عقب اطلاع المجلس على كتاب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بشأن نتائج أعمال فريق العمل المكلف بدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. هذا وقد أكد قانونيون ورجال أعمال أن قرار إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة خطوة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ومن شأنها أن تعزز من مكانة قطر إقليميا ودوليا لتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات العلاقة بالاستثمارات، ما يعزز الشفافية وتحقيق العدالة. وقالوا أيضا إن الحاجة باتت ماسة لإنشاء محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة لحل القضايا التجارية العالقة بالمحاكم، خاصة أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك ورجال الأعمال تستغرق وقتا طويلا، ما يؤثر بالسلب على الاستثمار. وتتولى المحكمة المقترحة بحسب المجلس الأعلى للقضاء تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين لتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية، ولتساهم أيضا في توفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. كما ستعزز المحكمة الثقة ببيئة الاستثمار القطرية من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، ما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، ولتكون بذلك أيضا إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموما، ما يدعم مكانة دولة قطر على خارطة الأعمال والاستثمار إقليميا وعالميا، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أحمد، يعني كما تعلم بأنه إجراءات التقاضي بحسب قانونيين مطلعين كانت وما زالت يعني تأخذ تحديدا في الشق الاقتصادي، قضايا الاستثمار، قضايا الفصل في المنازعات الاقتصادية كانت تأخذ وقت طويل، وكان هناك مطالبات بإنشاء محاكم متخصصة تضع نصب أعينها عملية إنهاء إجراءات التقاضي بسرعة، باعتبار أنه حركية الاقتصاد سريعة تتطلب حسم الأمور بشكل سريع لأنه أموال المستثمرين وتحتاج إلى حسم بشكل سريع. إنشاء هذه المحكمة ماذا يشكل لنا؟ نعم مروان، بداية لابد من وضع النقاط على الحروف بالنسبة لي يعني سعي دولة قطر لتطوير البيئة التشريعية والقانونية للدولة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري. كما هو معلوم أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي، وخاصة الأجنبي نتحدث هنا، قبل أن يقوم بدفق استثماراته في أي دولة لابد أن يطلع على القوانين وعن سير المحاكمات التجارية هناك. فبالتالي دولة قطر قامت منذ سنوات وخاصة خلال الفترة الأخيرة بإقرار العديد من التشريعات فيما يتعلق بالجانب التقاضي الاستثماري والتجاري والاقتصادي بشكل عام بين يعني أطراف النزاع المختلفة، وقامت بوضع تشريعات قانونية ونظم يعني أدت إلى العمل على تسريع نوعا ما الأطر التقاضي في المحاكم العادية. ولنا هنا تجربة يعني لدى دولة قطر، خاصة من خلال مركز قطر للمال الذي تتبعه محكمة قطر الدولية، والتي قامت بفض العديد من النزاعات والقضايا في وقت وزمن قياسي، وبالتالي هي تمتلك التجربة بدرجة أولى في هذا المجال. من ناحية ثانية يعني وضع محكمة خاصة بالاستثمار تكون يعني موجهة بشكل أساسي لفض النزاعات بين الأطراف النزاع أو الخصام في القضايا التجارية، سيساهم في تدعيم أو في تطوير البنية الاستثمارية وجذب الاستثمارات من الخارج ومن الداخل، كذلك تسريع الإجراءات وربح الوقت. يعني هناك بعض الشركات التي
قد تضطر إلى خسارة العديد من الأموال نتيجة انتظار مثال حكم استصدار حكم. فبالتالي هذه المحكمة ستساهم في تسريع الإجراءات، تطوير الأنظمة القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالجانب التقاضي الاقتصادي والاستثماري، فبالتالي ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى البنية التشريعية بدرجة ثانية في دولة قطر. لاحظ بأنهم عمليات جذب المستثمرين الأجانب ولربما التساؤل الذي لمسناه من جميع الشركات الأجنبية، وحتى يعني اليوم نتحدث أيضا عن قطاع خاص كبير قطري يبحث عن حسم قضاياه أو نزاعاته مع شركات أخرى بشكل سريع. اليوم واحدة من الأمور المحفزة، واحدة من أركان الاستثمارات، جذب الاستثمارات الأجنبية، أن يكون ينظر المستثمر الأجنبي بشكل عميق إلى البيئة القضائية، إلى مناخ الاستثمار، وإلى ما حصل أي نزاع ما بيني وما بين أي شركة مثلا، كيف سيتم التقاضي فيها، سرعة إنهاء مدى الفهم العميق أيضا للقضايا الاقتصادية. كما تعلم القضايا الاقتصادية فيها تفاصيل كثيرة، والمنظور اليوم أمام المحاكم منظور بكل القضايا، يعني القاضي ينظر في القضايا الجنائية والقضايا العادية وقضايا الإيجارات، وأضف إليها أيضا قضايا كما ذكرت لك الاقتصادية التي تحتاج إلى وقت وفهم عميق للاقتصاد حتى يكون الحكم منطقي وسريع في ذات الوقت. اليوم أغلب القضايا الاقتصادية ينظر في القانون الاقتصادي الذي ينظم العلاقة ما بين الطرفين، وينظر أيضا في نوعية القضية، يحتاج إلى وقت حتى يدرس موضوع الاقتصادي. نحن اليوم تشاركني الرأي أن أمام مرحلة جديدة ستسرع، هناك قضايا في القطاع العقاري تحديدا والإيجارات تجلس سنوات، 3 و4 سنوات حتى يحسم أمرها. فإذا اليوم نحن أمام مرحلة جديدة ستفتح آفاق أكبر، فهم أعمق للقضايا الاقتصادية. نعم صحيح مروان، مثلما تفضلت وذكرت، يعني اليوم نحن أمام مرحلة جديدة تفتح الباب أمام فقه قضائي متميز ويحظى بأنظار الجميع، وخاصة فئة مهمة، ونتحدث هنا عن الجانب الاقتصادي والاستثماري والمعاملات المتعلقة بكل ما هو تجاري ونزاعات تجارية. فبالتالي اليوم أكيد المحكمة سيكون قضاتها والمختصون والكتبة العاملون فيها هم من ذوي يعني الاطلاع والاختصاص في الفقه الاقتصادي وفي الفقه القانوني، فبالتالي هنا الإجراءات ستكون أسرع، سيتم تسريع قدر الإمكان العمل على وضع نظام وإطار منظم للمحكمة. كذلك هنا سيكون هناك انعكاس جديد حتى على مستوى مروان، على مستوى التدريس، يعني نتوقع أن يتم تخريج دفعات جديدة من طلبة القانون والحقوق في المرحلة المقبلة، لديهم يعني اطلاع واسع على كل خفايا القانون الاقتصادي والقضاء الاقتصادي. فبالتالي نتوقع أن تكون هناك يعني تسريع قوي للنزاعات خلال الفترة المقبلة والبت فيها، حتى تتحول القضية التي كانت يعني تستغرق من 1 إلى 3 سنوات يعني على سبيل المثال في النزاع أمام القضاء العادي، اليوم قد لا يعني لا تتجاوز أكثر من 1 أو 2 شهر على أقصى تقدير، ويتم البت والفصل وإعادة الحقوق لأصحابها إن كانت هناك يعني حقوق أو فضل نزاعات بشكل عام. نذهب إلى موضوعنا الآخر مشاهدي الكرام. للجلسة الرابعة على التوالي اختتمت البورصة القطرية تعاملات يوم الأمس على تراجع بضغط انخفاض 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، وذلك وسط تباين في التداولات. انخفض المؤشر العام بنسبة قرب 13%، وصل إلى النقطة 10416 نقطة، فقد 34 نقطة. تباينت أيضا التداولات وصعدت السيولة إلى أكثر من 300 مليون ريال في مقابل 244 لجلسة قبل الأمس، بينما تراجعت أحجام التداول عند مستويات 58 مليون سهم مقارنة مع 67 مليون، حوالي 68 مليون كانت سجلت طبعا في نهاية التعاملات. لاحظنا أيضا كان هناك تراجع في قطاع البنوك والخدمات المالية، ثم قطاع الصناعة والتأمين والعقارات، بينما ارتفع قطاعات النقل والاتصالات، ولاحظنا هبوط في البنوك بحوالي 0.5% متأثرا بتراجع 6 أسهم على رأسها البنك التجاري انخفاضا بحوالي 2.5%، وتراجع أيضا الصناعة بحوالي 0.5%،
لانخفاضات عدة للأسهم في القطاع، على رأسها مجموعة المستثمرين التي اقتربت من 1%، وفي المقابل لاحظنا ارتفاع في قطاع النقل وصل إلى حوالي 18%، ويعزى الأمر إلى مخازن وملاحة الارتفاعات التي سجلت في هذين السهمين. مزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام، ننتقل وإياكم مباشرة إلى البورصة القطرية، ومعنا من هناك السيد أحمد أبو العلا المحلل المالي والاقتصادي. مرحبا بك أحمد، صباح الخير أولا، ونركز قليلا على افتتاحات بداية جلسة هذا اليوم، أو نعطي الجلسة قليلا من الوقت مصطفى، ولكن دعنا نركز على موضوع الانخفاض من مستويات الأربعة 10700 قريب 700 نقطة. كنا خلال الأسبوع الماضي لاحظنا خلال طوال جلسات هذا الأسبوع عمليات انخفاض واضحة في المؤشر العام، إلى أي مدى ممكن أن تستمر حتى في جلسة هذا اليوم؟ صباح الخير مروان، صباح الخير على الجميع. أمر طبيعي ما نراه الآن، ما يحدث في عملية التراجع في المؤشر. اقتربنا من مستوى 10700 وهو أعلى مؤشر كما ذكرنا، أعلى رقم وصلنا له منذ 5 أشهر تقريبا. هذا أمر طبيعي أن احنا نرى عمليات تصحيح وعمليات جني أرباح لأكثر من سبب، كما تحدثنا اقتربنا من إغلاقات شهرية ونصف سنوية، عمليات إغلاقات مراكز لبعض الصناديق الأجنبية والمحافظ المحلية. هذا من جانب. من جانب آخر، بعض التقلبات في الأسواق الخارجية التي انعكست على أداء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، ولكن ما زلنا في المنطقة الآمنة فوق مستوى 10200 نقطة. ربما نرى عمليات تصحيح وعمليات تقلبات وإغلاقات للمراكز أيضا في خلال جلسة اليوم وجلسة يوم الأحد، وهذا أمر طبيعي جدا، وسوف نرى بداية اتخاذ مراكز جديدة من النصف الثاني من عام 2019 بناء على البيانات المالية، بناء على توجهات المستثمرين، بناء على المستويات السعرية. هناك أكثر من عامل يحكم المستثمر في الفترة الحالية، ولكن من وجهة نظرنا ما زلنا في فوق المنطقة الأمنة فوق مستوى 10200 نقطة، بناء على المتغيرات التي تحدث في سواء كان في المنطقة أو في العالم الخارجي. طيب، اليوم مع مواصلة الشركات أعمال التجزئة كما نتابع، و يعني شركات كثيرة تم الانتهاء من عملية التجزئة الخاصة بها، لاحظنا هناك تأثر كبير جدا من ناحية ارتفاعات المؤشر العام التي سجلت منذ 9 يونيو حزيران كما تابعت، ولدينا ما زال أمامنا وقت يعني حتى 7 يوليو القادم هو تاريخ الانتهاء من عمليات التجزئة. هل نستطيع القول بأنه يعني سيتواصل التأثير نتيجة عمليات التجزئة على البورصة القطرية كما تابعنا في أول أسبوعين من التجزئة والصعود الكبير للمؤشر العام، أم أنه المستويات الكبيرة التي وصل إليها المؤشر العام ارتفاعا لابد من أن يحصل عمليات جني أرباح وأن ينخفض خلال المستقبل القريب؟ هذا أمر طبيعي مروان أن نحن نرى عمليات تصحيح في الفترة الحالية على المؤشر من الناحية الفنية، ولكن من ناحية تجزئة الأسهم ربما نرى أثار تجزئة الأسهم في الفترة المقبلة، ولا نريد أن نحكم على تجزئة الأسهم في الفترة الحالية، ربما نحتاج إلى أكثر المزيد من الوقت لكي نحكم على تجزئة الأسهم. ولو نظرنا في خلال الفترة السابقة رأينا ارتفاعات على بعض الأسهم قبل تجزئتها، على سبيل المثال ما رأيناه في QNB، على قطر وقود المصرف قطر الإسلامي، كان هذا له أثار إيجابية على بعض الأسهم قبل تجزئتها، ولكن من الناحية الكلية والناحية المؤشر العام تأثرت جميع الأسهم بالوضع العام للمؤشر وعملية التصحيح. ولكن نعم، لو نظرنا إلى قيم التداول فأثناء عملية الانخفاض مروان، نرى أن قيمة التداول كانت منخفضة باستثناء الأمس، كان هناك تنفيذ كميات كبيرة على سهم صناعات، ولكن مجمل الأسهم كان هناك تنفيذ منخفض على تداولاتها، وكان الانخفاض بمعدلات بسيطة نراها. هذا ما نحلله في الفترة الحالية، انخفاض قيمة التداول مع تراجعات المؤشر لا تشكل تأثير كبير على السوق في الفترة الحالية، ولكن ننتظر من بعد النصف انتهاء النصف الأول وبداية النصف الثاني نرى مراكز مالية، بداية مراكز مالية للمستثمرين، واعتقد أننا سوف نقترب من حاجز 11000 نقطة في خلال النصف الثاني، طالما كان هناك استقرار في الأجواء الاقتصادية
العالمية ولم نرى أي تأثير سلبي ينعكس علينا. أي تأثير سلبي أو أي تراجعات نراها في البورصة الفترة الحالية هي ليست من تأثيرات داخلية أو تأثيرات محلية. معظم التأثيرات تأتينا من الخارج الآن. فالوضع الأساسي الوضع الاقتصادي للاقتصاد القطري مطمئن، نرى معدلات نمو جيدة، ولكن معظم التأثيرات تأتي من الخارج، سواء كان تقلبات جيوسياسية في المنطقة أو تقلبات اقتصادية عالمية نتيجة ما نراه من توترات تجارية أو غير ذلك. وهذا ما ينعكس على شهية المخاطر وسلوك المستثمر، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى انعكاسه على أداء في البورصة القطرية. ولكن التأثيرات لا نرى تأثيرات داخلية أو تأثيرات محلية تجعل المستثمر يقوم بعملية واضحة. أحمد ابقى معنا سنعود إليك. قبل ذلك مشاهدي الكرام نذهب إلى استعراض لأداء المؤشر العام في افتتاحات جلسة التداول لهذا الصباح. إذا المؤشر العام في هذه اللحظات يسجل مستويات 10444 كما نتابع، ارتفاعات تقترب من 13%، أحجام تداول 812,000 سهم قيمتها عند 8 مليون ريال. نشوف الشركات الأكثر ارتفاعا في الجلسة، المصرف الإسلامي عن 16 ريال 90 درهم قريب من 2%، الشركة الطبية عند ارتفاعات 1.34% مع حوالي 18. طيب المصرف الإسلامي 16.85، الطبية 81 درهم، صناعات قطر 11 ريال 52 مع ارتفاعات فقط 1%، وأزدان 7 ريالات 24 مع ارتفاعات تقترب من 0.5%. نشوف الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض، الخليج التكافلي 18 ريال، خليج الإسلامية القابضة تسجل حوالي 2.12 ريال، الخليج الدولية بريال 92، واستثمار القابضة عند 56 درهم. هذه أكثر الشركات انخفاضا، هذه أكثرها تداولا اللحظة. كيو أم بي 5,299,000 ريال، قطر للوقود 21 ريال 45 درهم مع 1,068,000 ريال، الخليج التكافلي 18 ريال مع 972,000 ريال قطري، والريان الذي يسجل 328,000 ريال عند 3 ريالات و78 درهم. نشوف الأداء القطاعي اليوم، البضائع عند 8,081 نقطة، قطاع التأمين 3,111 نقطة، العقارات 1,528، وقطاع البنوك 4,030 نقطة، الصناعات 3,255، وباقي القطاعات لم يحصل عليها أي تغيير. أحمد بالنسبة لي اليوم نتحدث أيضا عن مؤثر لربما أيضا يوضع في حسابات المستثمرين، يوضع في حسابات المحافظ، وهو قرب إعلان النتائج عن نتائجها عن أرباحها لفترة الربع الثاني من العام. إلى أي مدى فعلا يعني يؤثر هذا السبب بشكل كبير في تداولات هذا الأسبوع أو أثر فيها؟ نعم، ونحن على أبواب يعني بدء الإعلان عن الإفصاحات المالية للربع الثاني وللنصف الأول من العام الجاري، والتي يشير يعني أو أغلب المؤشرات تؤكد أنها ستكون يعني نوعا ما متقاربة مع البيانات أو النتائج المحققة في الربع الأول. فبالتالي نتوقع أن تساهم أن هذه النتائج خلال الفترة المقبلة في تحريك بعض الأسهم يعني الراكدة أو التي لم تشهد نشاط كبير خلال الربع الثاني نتيجة لتأثرها بنتائج الربع الأول. فبالتالي ستساهم في يعني استقطاب العديد من يعني التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة ودخول سيولة مهمة على عدد من الأسهم التي لم تنشط كذلك، ونتوقع يعني دخول قوي من بعض المحافظ الأجنبية التي تنتظر يعني بدء الإعلان عن النتائج التي ستكون متميزة يعني مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. تواصلت مشاهدة الكرام عمليات تجزئة القيمة الإسمية لأسهم الشركات من قطاع الصناعة، حيث قامت بورصة قطر بإجراء تجزئة أسهم صناعات قطر، وبعد التجزئة يصل إجمالي عدد الأسهم لصناعات قطر إلى 6,050,000,000 سهم بسعر إغلاق معدل يبلغ 11 ريالا و45 درهما. كما بدأ التداول على أسهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم بعد التجزئة 475,200,000,000 سهم، ويبلغ سعر الإغلاق المعدل 3 ريالات و82 درهما. فيما ستبدأ هذا اليوم عمليات التجزئة على أسهم قطاع التأمين مع شركتي الإسلامية للتأمين وقطر للتأمين.
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 13 مليارا و600 مليون ريال، مسجلا بذلك انخفاضا سنويا قدره مليار و300 مليون ريال، أي من نسبته 9% تقريبا، وغير أنه ارتفع بمقدار 3.5% محققا نصف مليار ريال تقريبا مقارنة مع شهر أبريل من هذا العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية بلغت 22 مليارا و800 مليون ريال تقريبا خلال الشهر المذكور، في حين انخفضت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9 مليارات و200 مليون ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو هذا العام بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 17.17% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية. تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات و700 مليون ريال تقريبا، أي ما نسبته 16% من إجمالي قيمة الصادرات. ثم الهند بقيمة مليارين و200 مليون ريال تقريبا وبنسبة 10%. وجاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية للدولة وبقيمة 300 مليون ريال تقريبا بانخفاض بلغ حوالي 28% مقارنة مع شهر مايو من العام الماضي. تليها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 300 مليون ريال وبتراجع 10.5%، ثم مجموعة أجهزة الكهربائية الهواتف تحديدا. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة بقيمة مليار و300 مليون تقريبا وبنسبة 14% من قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة مليار ريال أي ما نسبة 11%، تليها المملكة المتحدة. بالتأكيد لا مؤشر ثابت أو يرتفع دائما. اليوم نتحدث عن الميزان التجاري. الجيد في الموضوع هو التغييرات التي حصلت في نوعية المواد المستوردة من قبل دولة قطر أولا، وثانيا دخول لاعبين جدد، دول جديدة بالنسبة لدول المنشأ، الدول التي استوردت منها قطر أو حتى صدرت لها. نعم، بداية مروان، قبل الحديث عن هذه النقاط لابد من الإشارة إلى حجم يعني الفائض المحقق أو الفائض التجاري المحقق خلال 5 أشهر. يعني دولة قطر نجحت في تحقيق فائض على امتداد 5 أشهر بلغ نحو 70 مليار ريال بصادرات بلغ تجاوزت قيمتها 114 مليار ريال وبواردات تجاوزت تقريبا 45 مليار ريال. هذا من ناحية. كذلك نلاحظ يعني استئثار بعض الدول الآسيوية التي هي تعد من الأسواق الناشئة في يعني الصادرات القطرية باتجاهها، وخاصة هنا على رأسها اليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، وهي دول يعني أسواقها تعد واعدة. ونجحت دولة قطر في ضخ العديد من الاستثمارات في هذه الدول، وشاهدنا يعني آخر زيارة لليابان كانت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مطلع العام الجاري، عندما يعني تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع اليابان. فبالتالي دولة قطر يعني نراها تتوسع تجاريا وتفتح العديد من الخطوط التجارية. كذلك هنا لابد من الإشارة إلى أن حجم أو كمية السلع التي تم توريدها أو تصديرها نحو هذه الدول يعني ارتفعت من حيث القيمة، يعني تتجاوز على سبيل المثال اليابان تتجاوز 4 مليارات، فبالتالي مبالغ ضخمة، ومنها جزء منها ما هو يعني متصل بقطاع الهيدروكربوني والقطاع النفطي بشكل رئيسي، خاصة وأننا نشهد هذه الفترة ارتفاع في أسعار النفط أو استقرارها عند مستويات تتجاوز 70 دولار للبرميل الواحد. فبالتالي نتوقع تحقيق فوائد أخرى خلال الفترة المقبلة في الميزان التجاري. بالنسبة للسلع التي قامت دولة قطر بتنويعها على مستوى سواء الصادرات أو على مستوى الواردات، نلحظ يعني دولة قطر يعني تسارع الخطى نحو افتتاح أو تدشين العديد من المصانع الجديدة التي تقدم يعني منتوجات لم تكن موجودة وربما كانت تستوردها دولة قطر من الخارج، الآن أصبح تصنيعها يتم محليا ويتم تصديرها إلى الخارج. فبالتالي أصبحت تلك المنتوجات سلع تنافس بشكل قوي ومباشر حتى السلع والتي هي موجودة في تلك الأسواق التي يتم التصدير نحوها.
فيعد تقريبا إذا قيمنا الفترة 5 أشهر والفائض التجاري المحقق يعني هو عند مستوى التوقعات، خاصة وأن صندوق النقد العربي كان في الفترة الماضية توقع تقريبا 200 مليار سلع صادرات لدولة قطر. شكرا لك. ندخل في ملف آخر، وهو مشاهدي الكرام، أعلن مصرف قطر المركزي عن بيع سندات وصكوك إسلامية في يونيو بقيمة 15 مليار و300 مليون ريال في ثاني طرح له هذا العام، ويعد هذا الإصدار هو الثاني للمركزي هذا العام، حيث نجح في مطلع العام الجاري في بيع سندات وصكوك إسلامية بقيمة 9 مليارات و950 مليون ريال. في تجربة هي الثانية خلال العام الحالي، نجح مصرف قطر المركزي في بيع سندات وصكوك إسلامية خلال شهر يونيو الحالي بلغت قيمتها 15 مليار و300 مليون ريال، توزعت بشكل سندات بقيمة بلغت نحو 13 مليار و300 مليون ريال وصكوك بقيمة ملياري ريال. قيمة السندات التي باعها المصرف في العطاء الخاص بالربع الثاني من العام الحالي توزعت على شريحتين، الأولى بقيمة 6.5 مليار ريال لأجل 5 سنوات، ما يجعلها مستحقة في يونيو من عام 2024، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 6.8 مليار ريال لأجل 10 سنوات، وتستحق في يونيو من عام 2029. كما توزعت قيمة الصكوك التي تم بيعها على شريحتين أيضا، تبلغ قيمة كل منهما 1 مليار ريال، وتستحق الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات في يونيو من عام 2024، فيما يبلغ أجل الثانية 10 سنوات، وتستحق في يونيو من عام 2029. وبلغ إجمالي السندات والصكوك الإسلامية التي طرحها مصرف قطر المركزي منذ إبريل من عام 2014 وإلى حدود شهر يونيو من العام الحالي أكثر من 118 مليارا وربع المليار ريال. نذهب إلى البورصة القطرية مرة أخرى. مصطفى، موضوع الإصدارات الدورية التي يصدرها مصرف قطر المركزي لأذونات خزانة، اليوم نتحدث عن إجراء دوري اتبعه مصرف قطر المركزي منذ العام 2011 أغسطس من العام 2011، وبشكل شهري في الثلاثاء الأول من كل شهر يصدر المصرف المركزي، ونلحظ عمليات إقبال كبيرة من قبل البنوك القطرية على شراء هذه الأذونات. أولا، تأثيرها بشكل مباشر على الاقتصاد، على السيولة داخل البنوك، هو أمر طبيعي يقوم به المصرف المركزي لأكثر من سبب. سبب بتمويل بعض المشروعات لديه، وأيضا لو نظرنا إلى حجم التغطية مروان الذي تم تغطيتها في لمعظم السندات، سواء كان هذه السندات أو السندات السابقة، نرى حجم التغطية يكون كبير، سواء كان من قبل البنوك المحلية في هذا الإصدار أو في الإصدارات السابقة كان من قبل البنوك الأجنبية بحجم كبير. هذا إجراء طبيعي يقوم به المصرف المركزي على فترات مختلفة. هناك أيضا بعض البنوك المركزية تقوم بهذا بإصدار هذه السندات لسد عجز الموازنة، ولكن ما نراه قطر، ربما قطر سوف التوقعات تشير إلى انتهاء هذا العام وتحقيق فائض يقترب إلى 5 مليار ريال، لذلك نراه أمر طبيعي، نوع من أنواع جذب، نوع من أنواع تنويع السيولة لتمويل بعض المشروعات. نعم، هل هناك تأثيرات سيد أحمد على حال السيولة، على امتصاص السيولة من قبل البنوك في البحث عن، دعنا نقول، سندات مضمونة؟ هذا بالنسبة للبنوك، هذا الإجراء المتبع من قبل المصرف المركزي، وبالنسبة للبنوك فرصة للاستثمار، لكن هل تعتقد بأنه يجب على البنوك البحث عن فرص أخرى لاستغلال ودائعها؟ نعم، أكيد جدا، يعني البنوك لابد أن تبحث عن العديد من الفرص الاستثمارية محليا وحتى على السوق، على مستوى الأسواق الخارجية، وهذا فعلا ما يتم تنفيذه من قبل البنوك التي وضعت استراتيجيات متنوعة ومختلفة بهدف يعني تدوير تلك الودائع، سواء في تقديم قروض وتمويلات ضخمة سواء محليا أو خارج الدولة، البحث عن استثمارات جديدة، استثمار في قطاعات عقارية، في غيرها من القطاعات. فبالتالي البنوك تعمل بشكل أساسي على تنويع هذه الاستثمارات إلى جانب الاستثمار في السندات والأوراق المالية محليا وحتى على المستوى الدولي. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل حملتها التوعوية صيف بلا حوادث التي تطلق للعام الثاني على التوالي في إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق المستقبلية
مستندة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتسعى الحملة إلى رفع وعي قائدي المركبات بالمخالفات المرورية الشائعة الحدوث، ما يعزز المعرفة لدى مستخدمي الطريق بهذه المخالفات ويحد من الحوادث والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. والله احنا لاحظنا خلال فترة الخمس سنوات أو ست سنوات اللي طافت ازدياد ملحوظ في الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، وذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة في الانخفاض في أعداد الوفيات، وهذه هي المؤشر يعني الأول عندنا في قياس مثل هذه يعني مستويات الوعي. فلذلك احنا المؤشرات الإحصائية يعني دليل كبير على يعني وجود ثقافة مرورية أو وعي مروري لدى مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الثقافة اللي انزرعت عند مستخدمي الطريق سواء من أبنائنا يوم كانوا في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى سلوكيات الأسر في دعم البرامج اللي تقوم بها الإدارة العامة للمرور من حيث حثهم على استخدام الطرق الآمنة في استخدام طريق أو وسائل المواصلات. حقق معدل الإشغال الفندقي في البلاد ارتفاعا سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 10%، ليصل بذلك إلى 69% وفق تقرير للمجلس الوطني للسياحة. لا زال قطاع الضيافة في البلاد يستفيد بشكل مستمر من الاستثمار وتحسين البنية التحتية وسط التركيز على التنويع الاقتصادي ودور السياحة في تنفيذ هذا التنويع. البرامج السياحية والمهرجانات الموسمية خلال الربع الأول من العام الحالي أدت إلى ارتفاع معدل الإشغال الفندقي في قطر خلال تلك الفترة بنسبة 10% على أساس سنوي، واصلاً إلى 69% وفق تقارير رسمية. وبفضل الاستثمارات الكبيرة التي تخطط لها الدولة في قطاع الضيافة والتي تتجاوز قيمتها مليارات ريالات على مدى السنوات المقبلة، فقد تم افتتاح 6 منشآت فندقية خلال 3 أشهر الأولى من العام 2019، مما أضاف أكثر من 1000 غرفة فندقية بنمو سنوي بلغ 7%، لتصل عدد الغرف الفندقية في قطر إلى 26,890 غرفة تتوزع على 129 منشأة. وعلى الجانب الآخر، انخفض متوسط سعر الغرفة في جميع الفنادق والشقق الفندقية في قطر بنسبة 6% مسجلا 366 ريال. الانخفاض الطفيف في سعر الغرفة قابله زيادة كبيرة في معدل الطلب الذي أدى إلى الارتفاع بنحو 16%، ليرتفع معه معدل العائد على الغرفة ب 3% سنويا. عدد الزوار والوافدين إلى دولة قطر ارتفع بنسبة 9.19% على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 588 ألف زائر مقارنة ب 535 ألف و300 زائر في الربع المقارن من عام 2018. وكانت منظمة السياحة العالمية قد أعلنت مؤخراً عن ارتقاء قطر للمرتبة 8 عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر انفتاحاً أمام الزوار بعد تطبيقها لإجراءات التأشيرة الميسرة، والتي تعفي أكثر من ثلثي سكان العالم من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة ومن تكلفتها. أعلنت مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أن أنشطتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس من الإنترنت 5G لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية الأخيرة في ظل الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقال نائب رئيس هواوي كينغ هو خلال مؤتمر صحفي في مؤتمر عالم الهواتف المحمولة في شانغهاي: بإمكاني القول للجميع أن حلولنا الحالية المرتبطة بتكنولوجيا 5G لم تتأثر إطلاقا بالعقوبات. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بقية الدول لحظر معدات هواوي من شبكاتها، خصوصا فيما يتعلق بإطلاق شبكات 5G الفائقة السرعة في مشروع عالمي يتوقع أن تطلع هواوي بدور رائد فيه. نشكر مشاهدي الكرام في ختام جلسة أعمال هذا اليوم ضيوفنا الكرام من بورصة قطر. كان معنا مصطفى أبو العلا، شكرا جزيلا لك مصطفى. ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو السيد أحمد، شكرا جزيلا لك، الصحفي في جريدة لوسيل القطرية. الشكر
موصول لك أنتم أيضا مشاهدي الكرام، ونلقاكم بإذن الله الواحدة بتوقيت الدوحة مرة أخرى ومزيد من التفاصيل حول إغلاقات البورصة القطرية وبالتأكيد أخبار الاقتصاد القطري. دمتم بخير وإلى اللقاء.